تزيدنا عزما وقوة، تجعلنا أكثر قوة. أننا سوف لن نجعل الحاج محمد علي لا يعود. I'm not going to let Haj Muhammad Ali go back to the United States without having a number of the American citizens here accompanying him. When I go back to America, عندما أعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سأصدر كتابا يتضمن أمورا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم